عليكم ورحمة الله وبركاته. يلا من غير مقدمات، حاجتين احفظها زين، ها ترى لك حاجتين انت سنعت فيك تسنع وضعك كله، وان ما تسنعن فوضعك كله دمر. وش هالحاجتين؟ تعرفونهن ولا لا؟ أقول لكم ان شاء الله. الحاجتين هذين اضبطها وبرط امورك كلها، صلاتك احفظها زين، صلاتك يعني مو يجي واحد يقول الله اقوم الساعة 7 الساعة 9 اذا ما قمت على المدرسة ولا الدوام صليت، لا مو على كيفك. ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، كل صلاة لها وقتها، صلاة بوقتها. الحاجة الثانية حافظ عليها طبعا الصلاة، الحاجة الثانية لسانك، سكر لسانك عن الناس. الله عز وجل يقول ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، الحرف مكتوب عليك، ولذاك احفظ لسانك وصن لسانك واترك عنك السوالف والطعن بعرض الناس والدخول في نواي الناس، ما لك شغل بالعالم، خليك بنفسك، اصلح نفسك أول بعدين نظر على كيفك.